اهم نقاط القوه بقى تاني اللي موجوده في نادي الزمالك؟ ممكن ناخد المقارنات بس تحديدا في النقطه دي كمان مستوى كريم امام عاشور وزيزو. انا بتكلم تحديدا ان دول نجوم متأثر. الزمالك متأثرين في اخر ثلاث ماتشات. مش ده امام عاشور ومش ده زيزو طبعا. 100% يعني حتى تحديدا تراجع بدني رهيب في الشوط الثاني وعصبيه. واضح جدا 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 في عصبيه في الملعب حتى ده ما لا تستطيع ان تطبق ما تريده طبعا. او اللي انت عايزه من دماغك طبعا. هيبقى صعب جدا ان انت هتلاقي نفسك عصبي في الملعب. لا وحاجه برضه عايزين نترجمها مهمه جدا، البلانكا اللي حاول زيزو يعملها في احمد الشناوي، وطبعا حضرتك كابتن اسلام عارف البلانكا مهمه جدا، اللاعب لما بياخد الاكشن بتاع البلانكا والحارس بيروح لزاويه خلاص الحارس بره اللعبه. صح. معنى ان احمد الشناوي انفعاليا قدر يرفع رجله، ده معناه ان الكره جات له بطيئه، كره مش سريعه، ان هو خد اكشن خلاص ووقع على الارض وخد اكشن تاني رفع رجله، ده معناه ايه؟ ان كان سرعه الكوره مش بالسرعه اللي تخلي احمد الشناوي يخرج بره اللعبه. اللي بيلعب كوره فاهم اللي انا بقول، ان كره البالينكا دي صعبه جدا، وانس ان الحارس وقع خلاص معناه ان هي بطيئه جدا يعني. نعم. معانا مقارنه ما بين الشناوي وعواد، الحارس المرمى هنا وحارس المرمى هنا. يمكن الشناوي 34 سنه، عواد 30. عدد المشاركات الارقام متقاربه خالص، الشناوي لعب 13 ماتش، عواد لعب 12، الشناوي حافظ على نظافه شباكه 8، عواد 8، الاثنين استقبلوا شباكهم اهداف، 5 اهداف هنا وخمس اهداف هنا. برضو المقارنه الثانيه ما بين الباك ليفت هنا والباك ليفت هنا اللي هو علي معلول واحمد فتوح. علي معلول لعب 11 مشاركه ب 990 دقيقه، احمد فتوح لعب 9 ب 737 دقيقه. معلول صنع 4 اسيست واحرز هدفين، احمد فتوح صنع هدف واحرز هدفين. صناعه الفرص معلول 30 فرصه مقابل 9 لاحمد فتوح. التمريرات الصحيحه 522 لعلي معلول، احمد فتوح 424. المراوغات الناجحه 6 لعلي معلول، 4 لاحمد فتوح. دقه العرضيات لعلي معلول 28% واحمد فتوح 12%. طيب عمرو السوليه وامام عاشور يا كريم. نعم. عمرو السوليه طبعا عدد المشاركات لعب 11 مباراه في حين امام عاشور لعب 12، بالدقائق 825 دقيقه لعمرو السوليه، 1022 دقيقه لامام عاشور. عمرو السوليه جاب 3 اهداف، امام عاشور جاب هدفين. عمرو السوليه صنع هدفين، امام عاشور صنع 4. وصناعه الفرص بشكل عام 15 لعمرو السوليه، 16 لامام عاشور. تمريرات صحيحه 422 472. التشتيت 16 8 12 14. طبعا يعني في الارقام متشابهه مع بعض، وطبعا عمرو السوليه وامام عاشور يعني برضه لعيبه منتخب فاكيد. اليو ديانج طيب و نعم ودونجا. نروح لاليو ديانج طبعا ودونجا. اعتقد ان اليو ديانج طبعا هيتفوق، لان اليو ديانج طبعا خبرته اكبر بكتير من خبره دونجا والمهاره كمان. بنتكلم 10 مباريات ل8، لعب 841 ل402. جاب اليو ديانج هدف، دونجا ما جابش. تمريرات صحيحه طبعا هنا دي الفجوه، نشوف الفجوه في التمريرات الصحيحه، 516 تمريره صحيحه لديانج، 315 بس لدونجا. ديانج صنع لزمايله 5 فرص، دونجا صنع 3. تشتيت الكره 8 لديانج، 6 لدونجا. التدخلات الدفاعيه والقوه بتاعه الهاف ديفندر والسي دي ام، فجوه شاسعه لاليو ديانج. 19 استخلاص لاليو ديانج مقابل 6 فقط لدونجا. ده يبين لنا اللي انا بقوله، ان اليو ديانج في مركز 6 يعني متفوق بشكل واضح على. اذا اهم ما يميز النادي الزمالك الكرات الثابته، الضربات الركنيه تحديدا والكرات الثابته بصفه عامه. زيزو طبعا وامام عاشور، الانطلاقات امام عاشور اللي جاي من ورا ده ابرز ما يميزهم، ولكن تحديدا عندهم مشاكل في الدفاع، في التمركز في الدفاع ورا، في البطء اللي بيعاني منه. حسام عبد المجيد مساك كويس جدا، ولكن هو عبد الغني عندهم مشاكل في السرعات، على مستوى السرعات. الجبهه اليمين بشوفها ضعيفه، والجبهه الشمال لو غاب عنهم احمد فتوح برضو نقدر ان احنا نستغلها، والتمركز في الضربات الركنيه. طيب ممكن بس تعقيب اخير قبل ما ننهي، عارف احنا الوقت هيسرقنا، بس عايز اقول بس حاجه في نهايه الحلقه، ان عيب على مدرب براعم ولاد صغيرين في السن يطلع يصور نفسه بالفيديو ده وبعيدا عن المباراه وبعيدا عن اي شيء. عيب انك تنزل تمرين اطفال صغيرين، وانت انت اللي قلت براعم بنفسك، كنت عارف نفسك قلت براعم، يعني براعم دول يعني اقل من 12 سنه، مش ناشئين ولا شباب، براعم يعني اقل من 12 سنه. عيب عليك، عيب عليك ان انت تصور فيديو زي ده وتنزل الملعب تاني يوم وهم شايفين الفيديو بتاعك ده. حتى واحد مثلا واحد قال لك هو ايه يا كابتن انت صورت، ما اعرفش انت هترد تقول ايه بصراحه. بصراحه عيب عليك، وشيء مخزي، شيء مخزي ان احنا نشوف اللي شفناه النهارده. هي مثل هذه الفيديوهات، انا اتكلمت على هذا الامر في بدايه الحلقه،
مثل هذه الفيديوهات هي بالفعل من تذرع التعصب والفتنة، لأنه حاجات كتيرة جدا الواحد سمعها أنا بقيت مصدوم الحقيقة وأنا بتفرج على. ممكن أنا أتكلم عن النادي الأهلي شوية وأرمي شوية على نادي الزمالك، والحاجات اللي هي اللي بتحصل دي حاجات يعني كل الجمهور بيشوف إن لازم إحنا نعمل كده أو ندافع عن النادي الأهلي، والناحية التانية لازم يدافع عن نادي الزمالك، ولكن بهذا الشكل وبهذا المنطق أعتقد فيديو صادم لكثير من ومؤسف لكثير من المحترمين. نعم، عشان برضو نبقى محددين في كلامنا في هذه الامور. عموما كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معنا. شكرا كابتن اسلام، بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم، شكرا كابتن اسلام، بالتوفيق ان شاء الله في الماتش.